بهذه الرقصات الشعبية والأهازيج تحتضن مدينة تعز عرسا جماعيا لستين جريحا من أفراد الجيش الوطني الذين بترت أقدامهم في الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على المدينة. على وقع الأنغام وهذه الأجواء الفرائحية وبمشاركة شعبية ورسمية من السلطة المحلية والجيش، يخطو هؤلاء الجرحى رغم فقدان أقدامهم متجولين في شوارع المدينة إعلانا ببدء اللحظات الأولى لمهرجان زفافهم. نحن الآن في ساحة الحرية، نبدأ الآن ندشن أفعال أو البرنامج العملي للعرس الجماعي. سيتم إن شاء الله الانطلاق من ساحة الحرية على الزفة إلى قاعة المنتزه، ليبدأ بعد ذلك فعاليات الحفل والكلمات واللقاء بالعرسان. نوجه شكرنا للشيخ حمو السعد المخلافي وكل من شارك في إتمام العرس الجماعي. هذا العرس لنا قيمة فيه، فرحة كبيرة. مشاهد قلما يقال عنها، بالاستثنائية ترافقها فقرات فنية وخطابية في هذا العرس الجماعي الذي تنظمه مؤسستا شهيد وخطوات برعاية من قائد المقاومة الشعبية حمود سعيد المخلافي، إذ يؤكد القائمون على الفعالية أنها تأتي ردا للجميل للجرحى ومبادلتهم الوفاء بالوفاء بهدف التخفيف من وطأة معاناتهم بسبب فقدان أطرافهم في الحرب. هذا الزفاف وهذا الاحتفاء ما هو إلا جزء من الوفاء لأبطالنا الذين قدموا لتعز من أجسادهم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لجرحانا. هذا الاحتفاء من تعز كلها هو يمثل الاحتفاء بجرحانا من قبل الحاضنة الشعبية في مدينة تعز. ما نطلبه هو دور الحكومة ودور الأحزاب ودور السلطة المحلية في الوقوف إلى جانب هؤلاء الجرحى، وعددهم كبير جدا. يعني اليوم زوجنا 60، لكن هناك العديد من الجرحى ينتظرون. رغم هذه الخطوات لرد الاعتبار لهم، إلى أن الاهتمام وتقديم العناية اللازمة لهم مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الشرعية، فقد طالهم الإهمال من قبل المعنيين في الداخل والخارج، وهو ما تؤكده الشواهد على الأرض، ما دفع بهؤلاء للبحث عن الطرق المناسبة لرسم البسمة على وجوههم في محاولة لتجاوز ما تجرعوه من إهمال، تارة بتلقي العلاج في الخارج وتارة أخرى بإقامة أعراس جماعية للاحتفاء بهم، وكلا الحالتين ستخففان من آلامهم وأوجاعهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.